بيت الزراعه بقنط الياس وبرنامج العوافي بعدهم مصرين يبرموا على كل المناطق بلبنان تنتعرف على الزراعه القديمه والجديده والحديثه وكل الزراعات يلي عم بتكون بهالبلد. وعن جد في شيء كتير بفاجئ انه عم نلاقي ناس كتير بعاد عن حقل الزراعه عم يزرعوا عم يبرعوا عم يجيبوا اصناف جديده على لبنان وعم يجيبوا انواع جديده على لبنان وعم تلاقي سوق وعم تلاقي رواج للناس وعم بياخدوها وعم يبسطوا فيها. اليوم بدنا نحكي عن شتله الليتشي، فواكه الليتشي يلي كتير طيبه يلي في ناس عندهم منها بس كتير قليل، مزروعه بلبنان بكميات كتير قليله، هلا عم ينشغل عليها لتنزرع على اكثريه الساحل. هالشتله يلي ما بدها مناطق جبليه بتنزرع من الساحل لماكسيموم 200 متر. رح نبرم بهالبستان، مش بس رح نشوف الليتشي، رح نشوف اصناف تانية رح نحكي عنها ونخبر عليها. بآخر ضيعة بإقليم الخروب، تحديداً بمنطقة علمين على ضفاف نهر الأولي، جايين تنصور الليتشي ونخبر عن الليتشي. اللي ما بيعرف عنا بيصير بيعرف، واللي عنده بيصير يعرف كيف لازم يهتم بالليتشي. أكيد إذا كان معلوماته كاملة بيكون كتير منيح. واللي حاب يتعرف أكثر، بنكون اليوم مع السيد محمود وهبي يلي بيزرع كميات ليتشي كبيرة بستانه فوق 750 شجرة، وإنتاجه عم نحكي بالعشرة طن وما فوق، يعني بتحول للبنان البضاعه واكيد بتسفر لبرا. اكيد استاذ محمود يعطيك الف عافيه. الله يعافيك حبيبي. يعني نحن بنفتخر انه في ناس مثل افضال حضرتك بتزرع بهالطريقه وبتهتم بهالاراضي الكبيره. يعني حسب ما عرفت عندك الاف الامتار زراعة كان ليتشي ولا غير ليتشي. احنا اليوم تحديدا بدك تخبرنا عن الليتشي، ليش قررت تزرعها وقديش صار لك بتزرع؟ واكيد بدنا نتطرق لمواضيع ثانيه عن الليتشي، كيف بنزرعها، شو المشاكل اللي بتواجهها، وكيف حتى طريقة إذا بدنا نعمل من شجرة أشجار تانية، شو الطريقة لحتى نكون عم نكتر من عنا بدون ما نتكلف كتير. الكلام لحضرتك، رح بلش بس بأول سؤال، ليه بلشت بالليتشي وكيف تعرفت على هالنوع الفواكه؟ الليتشي اجت على لبنان من فترة طويلة بس ما مشوا فيها بزراعتها بشكل كبير. هلأ من بحدود العشر سنين بلشت الناس تتعرف عليها وتشوفها وتلاقيها طيبة، فصار في سوق لها بلبنان، وهي أساساً في لها سوق برا بكل مناطق العالم. يعني في لها سوق. نحن بلشنا زراعة، أنا إلي تسع سنين زارع هون أول قسم زرعته، وبنزرعه على أربع أمتار كمسافة بين الشجرة والشجرة. وهي بتبلش تعطينا ثمار بفترة خلال أربع سنين بتبلش تعطي، وبتطلع كميتها مع الوقت. نعم. وبترجع على العناية، إذا اعتنيت فيها وشفت شو نواقصها وشو هي بحاجة وشو التربة تبعيتها، بتعرف شو مشاكلها ومنعالجها، والحمد لله الأمور كلها بتصير على التمام. هي بتحب التربة الأسيد بعتقد. هي بتحب التربة، وكل ما كان الأسيد أكثر بالتربة كل ما هي بتنجح أكثر. صحيح. طب هون ما قررت تزرع، عملت فحص تربة طمنت بالك من نوعية التربة، أو جربت تجيب نوع تربة لحتى يساعدها؟ نحن بالبداية ما بنفحص تربة هون بلبنان، ما حدا بيفحص تربة. بس صار في فحص تربة بس هلا عن جديد. أكيد هلا عن جديد بلشت الناس تطور حالها. صح. بس بالبدايات ما كان في فحص للتربة، نزرع ونشوف العوارض. طبعاً. عندنا عوارض بنعالجها. هلا وصلنا لنتيجه انه نحن صرنا نعرف العوارض اللي موجوده وصرنا نعالجها على التكرار وكمان الاطلاع على الخبره. على الخبره. بس هون بس بدي اقول ميرسي كثير لمركز الابحاث العلميه الزراعيه بمنطقه الفنار وبجميع الفروع اللي بيعملوا فحوصات تربه وبيعملوا فحوصات ثانيه كمان بتختص بالزراعه، واكيد عندهم من المختبرات نوعيه مكانات كثير مهمه وكوادر كتير قوية بموضوع الزراعة، فبنوجه لهم تحية. نعم تفضل. هو الأفضل إنه تنفحص التربة، لأنه أكيد الليتشي بدها تربة معينة أو أصناف تانية بدهم تربة معينة، على أساسها نحن بنحطها التراب أو هي هالتربة صالحة أحلى ما نزرعها وما يمشي حالها. فهي الفحوصات أكيد مهمة ولازم نطورها ولازم نكبرها لحتى ما يوقع المزارع بمشاكل دائمة. يعني أول ما بلشت بستانك بكم شجرة بلشت وشو المشاكل يلي واجهتها؟ بأول فترة بلشت زرعت 200 شجرة ليتشي أول فترة، أكيد كانت شتلة جديدة علي، صرت أعمل أبحاث عنها وطورتها بشكل إنه صرت أعرف شو اللي هي كشجرة شو بتحب من العناصر الصغرى.
من الأسمدة، من طريقة الري. مع الوقت صارت تتطور معي وتحسن وضعها وكانت كلها بشكل ممتاز. بس نحكي ليتشي، نحن عم نقول على فواكه غالية، يعني سعرها منه رخيص. طريقة قطفة، يعني اليوم إذا حدا بده يزرع ليتشي يعمل مشروع مثل حضرتك، طريقة القطف بتحمل تطول بال الحبة على الشجرة أو إجباري عنا في مرحلة معينة 10 15 20 يوم لازم ينزلوا على السوق تسويقها لبرا بيحمل التعبئة وبيحمل التصدير، كيف بتصير الأمور مع حضرتك؟ بس نحكي 10 طن بعتقد يعني رقم شوي كبير إنك تصرفه دغري. هلا هو هي كشجره بتجي على مراحل، الحب تبعها ما بيبلغ بفرد لحظه. نعم. بينقطف مرحله ورا مرحله، كل ما بلغ الحب بتعمل وج بالقطف. وفي طريقتين للقطف، فيك تقطفهم بالحبه وفيك تقطفهم بالعنقود. نعم. هلا في ناس يعني كتسويق في ناس بحبوا كجماليه كامبلاج احلى بالعنقود. صح. هلا للتصدير لا، بيبعتوه بالحبه ضمن علب صغيره شفاف بيعبوها فيها 400 جرام 500 جرام العلبه. وحتى هون بالاسواق المحليه فينا نعملها نفس الشيء كمان، وبنقطفها على مراحل. وهي اكثر مهله بتبلش من اول سبعه لاخر سبعه، عندنا شهر تقريبا، او بتزيد 5 ايام او بتنقص 5 ايام حسب الطقس عندنا والحراره الموجوده. احنا بنقدر نعرف القطف من لون الحبه، يعني بس يروح لونه على الزهري او غامق شوي بياض لانه هي خضره، بتخلق خضره. صح. بتحمر وبترجع الخضار بيتحول لبياض، بس تبيض الحبه بتكون ساعتها جاهزه للقطف. بيكون العصير من جوا كمان اكثر منفوخ اكثر، لانه لاحظت على زيت الشجره تلاقي حبه بعدها شوي مثل كانه ماصه، وبعدين بتلاقي حبه حد منها منفوخه وفيها عصير اكثر. مظبوط. هي عند البلوغ وقت اللي بتصفي تبلغ الحبه بثلاث ايام اربع ايام بتلاقيها حجمت، عطيت حجم وبيضت، ساعتها بصير هي للقطف. إذا انتركت على الشجرة؟ إذا انتركت على الشجرة بيوصل وقت، أول شيء نحن عنا بتفسخ، وعنا شغلة غير هيك، عنا طير الوطواط. نعم. هذا بحب كتير هالنوع الشجر، فبيجي بيأكل الحب وبيبرم على الحبة البالغة، عنده ذكاء يعني. فما بنخلي الحبة تاخذ أكثر من مداها لأنه بتصفي معرضة لأنه الوطواط ياكلها. ما في له حل الوطواط، يعني له حسناته له سيئاته بالجو لانه اوقات بفيدنا. فكرمل هيك هيدي يعني العنقود بنتركه ليبلغ على الاخر، ساعتها بنقيمه وبنبعته بامبلاج لحاله. شجرة الليتشي زرعناها على الاربع سنين بتبلش تعطينا انتاج، الاعلى وقت انتاج بيكون باي عمر؟ وقد ايه بتعيش الشجرة؟ شجرة الليتشي بتعيش كتير. في عنا بلبنان شجرة معمر عمره 50 سنة. نعم. و60 سنة. وبهالطريقة بدك تصير تبقى تعمل طريقة، لأن أنا عم بزرعه مكثف، بزرعه على 4 أمتار. عندما بدك تزرع بدك تكبر شتلتك وبدك تعمر عندك، بدك تضطر تقص شجرة أي شجرة لا لحتى تاخد ترجع مداها الشجرة. نعم. لأن هي بتكبر كتير، توصل وقت بتكبر بس توصل ل 15 متر. بتوصل علو كتير وإنتاجية عالية كتير، يعني بتصفي تعطيك الشجرة بتعطيك بحدود 500 كيلو ل 1000 كيلو. اسم الله، يعني عم تحكي 10 شجرات بيعملوا 10 طن. أبدا. مش هينة. أنت بتبلش تشحل، لأنه الليتشي يعتم ما بيتشحل، بيتنقى بأي وقت من السنة، يعني بأيام السقعة الكتيرة، بأيام من بعد القطف. من بعد القطف حقيقة، من بعد القطف من هزب وتهذيب، يعني الشلح اللي ضارب بالارض بنشيله، الشلح اللي من قلب الشجره من جوا ما له معنى لانه بياخذ غذاء وما بينتج لي. نعم. فبتنقى من قلبه طفضايه يعني. صحيح. وبتهذبها للشجره لتضلها بشكل طابي، يعني مبرومه برم. ونحن بنستفيد اوقات من الشلوحه اللي عم تضرب بالارض، هيدي بناخذها نحن خزعه او شتله، بنعملها شتله تحت ناخذها ونرجع نزرعها. بس هون بدك تكون طابي بتراب عليها. اكيد. اذا دقها بالارض اكيد لها طريقه، نجرحها شوي نحط تراب، بس يكبر الشلش من قص من قبلها وفينا نزرعها. هيدي الماركوتاج يلي او طريقه ثانيه، من بنفوت كيس مفتوح على الميلتين نايلون،
بنسكره من ميلي وبنعبيه تير، من بعد بنجرح الجزع صح وبنرجع بنسكره من ثاني ميلي وبنلفه ببرق سنيتا المي كثير عليهم. بصفي هو يعرق منه فيه ويعمل شرج. خلال 4 اشهر بصير عندنا شتله على الشجره، بنقصها وبنزرعها. هيدا يسمى التركيد الهوائي. كمان شغله كثير حلوه، من زيت الشجره بنقي اغصان بنحط لها مثل ما ذكر استاذ محمود، وبنقص قبل من الغصن بشوي وبنسقطها بالارض او بحوض اذا بدنا نزرعها قدام بيتنا. بنكون من شجره ام عملنا كثير شجر. بس بعد في طريقه للزرع، عندك فكره تخبرنا عنها؟ طريقه زرع الليتشي فينا نزرع من الحبه، من الحبه كبذره كبذره فينا نشيلها، بس يفضل طريقه اللي عم نحكي حكينا عنها بالاول. بالبذره اول شيء بتطول لتصير عندنا شجره، ويمكن نضطر نطعمها كبذره. صحيح. ممكن ما يطلع النوعيه منيحه، ما نضطر نرجع نطعمها طريقه الرقعه او طريقه القلم. صح، في طريقتين. هيدي مرحله ما حدا بقى عم بيعتمدها، عم بيعتمدوا دغري من الشجره. يلي بيحب بيحب يزرع من البذره بيقدر، اذا اخذ على بيته اكل وما بده يكبون. هون بنصح الكل يلي بيكون عم بياكل هلا مشمش ودريق والليتشي واي اصناف الكرز او الاصناف العجوتها كبيره، يجمعون اول الربيع او مش او اخر الصيفيه ينكبوا بهالحقله. بيجي عليهم الشتاء والمي والرطوبه بيطلع منه انه لو 20% مش غلط يصير في عنا خضار. الحبه تبع الليتشي فينا ننقعها بمي فاتره لمده 48 ساعه، يعني كل ما سقعت ميتها شوي نرجع بنزيد لها مي فاتره، بنرجع بنزرعها بالترو تيرا جرين يلي هو ارض اسيد، وبنسقيها نعطيها شوية رطوبة. وبهالطريقة بس يبلشوا ينبتوا، يلي عم يزرع كميات أو عم يتسلق قدام بيته حلو يشوف كيف عم بيطلعوا. وبيكون عنا ثلاث طرق، يعني إن كان بطريقة الماركوتاج يلي بنرقها بالأرض، أو بالتركيد الهوائي، أو بالبذرة بنكون عم نعمل ثلاث طرق نقدر نستفيد منها. صحيح. للليتشي بحب ذكر الليتشي ما بتحب السقعة، يعني ماكسيموم حرارة 7 بتكون بلشت تضرها، يعني ارتفاع عن سطح 150 متر ماكسيموم. وكل ما طلعنا كل ما سقعت الدنيا اكيد بنأذيها، فمشان هيك كل شيء مناطق ساعة ليتشي ما بتنزرع. وحابب هيك زيد شغلي على الليتشي، اكيد بده محل شمس، بده يكون محل لائم لها، بس فينا نزرعها كمان داخلية بقلب البيت جوا. بيستعملوها باوروبا لانه بحبوها كثير لهالشتلة، بتستعمل شتلة داخلية بس ما بتحمل أكيد، وبيعرضوها للشمس من وقت للتاني. صح. بس تستعمل مثل شتلة داخلية للزينة لأنه شكلها كثير حلو، ورقة حلو. فمن هالمنطلق فينا نستعملها نحن حتى بلبنان كشتلة داخلية، بس أكيد ما رح تحمل وما رح تعطينا. أنا بدي تشكرك على المعلومات الحلوة. في شيء حابب تزيده على الليتشي لأنه بنرجع ننتقل لنحكي على الأمراض وعلى أصناف على الشتلة؟ لا، شتلة بشجع زراعتها لأنها بتتصدر وبتجني أرباح منيحة، وطريقة تعليبها في عدة طرق، فينا نعمل كذا طريقة لتعليبها ونظهرها للمستهلك بطريقة مرتبة وحلوة. صح. وهي طعمتها مميزة وممكن تستخدم بعدة مجالات. في نعمل منها كيك من الليتشي، فينا نعمل منها عصير من الليتشي، سلطة الفواكه، فينا نعمل شغلة غير هيك كمان مربع. الليتشي إذا من 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 منفقيها منشيل القشرة عنها نجففها ومنحطها بوعاء ومنحط عليها شوية ويسكي ومنخلطها ومنحطها بالفريزر لعيد راس السنة. عيد راس السنة ما بيكون في ليتشي بلبنان. أوكي. فيك تظهرها من الفريزر تكلها مع نكهة الويسكي، شيء مميز جدا. أوكي. هيدي طريقة إذا اللي بحب يشرب ويسكي وبحب يأكل. أوكي. مع الويسكي، وبتنعمل تجفيف بتتجفف كمان. أوكي. وفينا نحطها بالبرادات، بس هي المشكلة إن إذا حطيناها بالبراد لونها بتغير، بس بتضل طعمتها هي ذاتها، بس بتسود الإشي من برا وبتيبس، بتصير عياباس منها طرية، بتصير بعدين بتكسرها تكسير لحتى تشيل الحبة منها. مؤخرا كنا عم نصور بمحل الباشن فروت في دو لا باسيون، كانوا حاطينهم بالفريزر وكل ما حدا بيطلع بيلو بيشيل من الفريزر بكلها كأنه عم بياكل بوزة. بنعمل بالليتشي مجربة شيء؟ مش مجربة، بس أنا إذا بدك تيجي لإلي، إذا بتنعصر وتنحط بالفريزر وبعدين تنحط بتتخفف، لأن يعني الباشن أنا عامله كمان كعصير، بشيل العصير تبعه الإسونس تبعه، يعني مش اللي حاطين له مي
بصفيه وبحطه بأناني بالفريزر، وبعز الشتاء إذا بدي أشرب نكهة الباشن أو الليتشي ممكن زيدها وزيد عليها مي وحط لها ثلج وأشربها نكهة. هاي فكرة حلوة، ميرسي على الأفكار الحلوة. أكيد بدنا نخبر بعد على كذا مراحل تقطع فيها شجرة الليتشي تنستفيد من خبرتك الطويلة، وبنقول لك يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيب قلبي. بما انه الشجر صار شوي غالي، شجرة الليتشي كمان شجرة منا رخيصة وغالية، فإذا حبينا نكتر من الشجر الليتشي فينا نعمل التركيد الهوائي، وبهالطريقة بنكون طلعنا من شجرة أم كذا شجرة بنقدر نقصهم ونزرعهم بأرضنا، وبنكون حصلنا عليها كبيرة مش شجرة صغيرة. رح ننقي جزء مثل هالجزء، ما بننقي كتير رفيع مثل هيدا، بننقي تخين مثل هيدا الجزء، بدنا نعمل بقلبه ثلاث فتحات صغيرة مثل ما عم بعمل بهالطريقة، نسميهم نحن إذا بلغة الزراعة الأساور. من بعد شوي صغيرة كمان بنعمل وحدة تانية، وبنعمل وحدة تالتة. هيك بنكون عملنا ثلاث أساور. وأكيد يلي جرحناها بدنا نشيل القشرة، مثل ما شفنا القشرة عم تطلع. هيك بنكون عملنا الاسواره بس ما بقى في القشره تبع الغصن، وهيدي الطريقه كمان زاد شيء، شلنا القشره نقدر نشيلها بايدنا، بنقدر نشيلها بالمقص مثل ما عم نشوف كيف عم تطلع بايدنا. اكيد بنكون عملناها داير من دار، وهيدي كمان زاد شيء. بهالطريقه بنكون نحن جرحنا الغصن وصار الغصن مهوى، اكيد عملناهم مال تحت كمان. نرجع منجيب غصن، عفوا منجيب بودرة التشليش، هرمون التشليش، وبنحطه على محل ما شلنا القشرة بهالطريقة، ما في داعي نكتر كتير. الهرمون شغلته يعطي حرارة بين 18 و23 درجة تيصير في عنا تفريخ للشلش، بلش الشلش ينبت عن جديد. ومنجيب هيدا الكيس. هلا إذا كان الغصن كتير كبير ما فينا نفوت الكيس من فوق، نقدر ساعتها نخزق الكيس بهالطريقة ونحط الترو اللي هو التيرا جرين، هالترو الأسيد يلي بيخلي مثل ما شتلة الليتشي بتحب تربي الأسيد. نقدر نجيب هيدا التيرو، هيدا التيرو نحن حاطين له مي مثل ما شايفين، اذا عصرني رح يعصر وينزل مي. نحن بلين التيرو بطريقه كثيره مش شوي، وهلا بدنا نحط النايلون، نحط الغصن ونسكر عليهم بهالطريقه. صار عنا تيرو لافف في الغصن من كل النواحي، شدين عليها مزبوط ولفينا النايلون بهالطريقة، وصار في عنا جزع ملفوف بهالترو مع النايلون. أكيد بدنا نرجع نلزقها لحتى نحفظ منها الهواء. أكيد فينا نلف على النايلون كله ما عنا مشكلة، وهلا قطعنا كل شيء عن هالغصن يلي جرحناه، حطينا له الهرمون لحتى نرجع يصير في عنا شجره جديده بعد 4 أشهر نقدر نستفيد منها. لكن رح نرجع نحكي هيك على السريع، هيدا الغصن شقيناه 3 أصاوير، شلنا عنه القشره تبع الغصن، جبنا التراب اللي هو هالترو تيرا جرين يلي بلينه بكتير مي مثل ما شايفين هالمي عم ترجع تنزل، وبنرجع بنحط كيس النايلون وبنسكر عليهم وبنلفهم. هلا هون صار عنا
إذا بدنا مشروع شجرة جديدة من هلأ لحدود الأربعة شهور، هي عم ترتب حالة بحالة، شلوش عم يكبروا عم بيفوتوا بهالتيرو اللي حطيناه هون، ومن قصة نحن بعد أربعة شهور شوي صغيرة قبل كيس النايلون محل ما مسكرينه ومنشيلها ومنزرعها أو بالأرض دغري أو بقلب الفوق. مثل ما شايفين عنا هون صارت قريبة تجهز، وهون كمان صاروا قريبين يجهزوا، بينين عنا هالأغصان كيف معمولين ملزقين ومحضرين. بس يصير لهم أربعة شهور منقص تحت منا بشوي، مثل ما شايفين هون منقص تحت منا بشوي ومنشيلها ومنزرعها. هيدا التركيب الهوائي لا أشجار الليتشي بس بيتطبق على غير أشجار كمان، بتقدر تسهلنا طريقتنا بالشغل، بتسهلنا طريقتنا بالزرع، بيكون عنا كميات شجر مأكدين من النوعية اللي عنا إياها. يعني هيدا النوع الليتشي، هيدا النوع اللي رح يطلع. هلأ الليتشي عادة ما في أصناف كتير، الليتشي نوع واحد بس في كذا كولتيفار لها، بس إنه نقدر نعرف إنه هيدا النوع الليتشي يلي شلناه هون رح يعطي هالنوعية الطيبة وهالأصناف الحلوة. حبينا نضوي بس على التركيب الهوائي، وهلأ رح نرجع نشوف الأمراض يلي بتتعرض لها شجرة الليتشي وشو الأصناف المغذيات يلي لازم نحط لها إياها. تنزرع شتلة ليتشي في إلها تفاصيل لازم ننتبه لها، لحتى هالشلش أول ما نحطه بالأرض يكون فايت على أرض رخمة، أرض مؤاتية له، لحتى تعطينا أول سنة سنتين ثلاثة نمو مزبوط، نمو خضري مزبوط، لحتى نستفيد منها. لأنه ليتشي تبلش تعطينا بعد أربع سنين، إذا زرعناها بمحل منه مؤاتي لها حتعذبنا وممكن تصير تعطينا بعد سادس سنة، فمن هالمنطلق لازم نحضر التربة. أكيد الليتشي بدها تربة خاصة فيها، وبدها عناية من الأسمدة ومن السواد الطبيعي. السواد الطبيعي، لأنه السواد هو خبز الأرض والكيماوي هو ملح الأرض، اثنينهم بدي يتوافقوا مع بعضهم لحتى يعطوكم أحلى شكلة وإنتاجيتها بالمستقبل تكون أحلى شتلة. فلذلك بدها عناية من وقت ما بنزرعها لوقت اللي بتبلش تنتج لتكمل حياتها بطريقة طبيعية ومرتبة. هلا بس بدنا نزرع الليتشي أكيد شتلة صغيرة مثل هاي، سيد محمود حطت لها القصبة تيتور لحتى إذا إجى عليها هواء أو حدا وقعها ما تنكسر، لأنه هي صغيرة تكون بعدها يعني منا قوية كتير طرية. وأكيد بس بدنا نعمل للحفرة، بدنا نعمل حفرة 50 سنتي بغبق 50 بعرض 50 تنقدر نحط أول 25 سنتي منهم سماد العضوي السوغرين تيحمي التربة، نرجع بعدين بنسقط الشتلة ونرجع منطم بالسوغرين مع التراب أو السوغرين على الحل مع شوية ترو ومنسقطهم، وهيك بنكون عملنا هالتأس المؤاتي لها على صعيد الجذور. رح نبلش ننكش، أنا رح بلش الحفرة وحيكملها رأفت. عم نجرب نشوف هالتربة طرية رخمة نوعة كتير منيح، وأكيد حضرتك مسمدة، رح أطلب من رأفت يكمل. تفضل حبيبي. حضرتك مسمدة بطريقة يعني أكيد حاطت زبل كتير قبل وحطت لها سميد عضوي أكيد لحتى تكون هالأرض رخمة. هالأرض شتلة الليتشي قديه بدها مي إذا عم نزرعها أول سنة وتاني سنة وتالت سنة؟ هلأ شتلة الليتشي بعمر سنة لسنتين بنعطيها، منبلش الري تبعها بأول شهر خمسة. نعم. بنعطيها كمية مي أسبوعية، بالأسبوع تقريباً بنعطيها لحدود الأربعين لتر مي. هون كل سقوة عم نحكي؟ كل سقوة، بين السقوة والسقوة أسبوع، مع أسمدة ممكن الأنبيكي نمرق لها مع عناصر صغرى. هون عم نحكي الأنبيكي اللي بدك تمرقهم بذواب، ذواب يدوب بالمي تيقطع بالمبريج صحيح، وبنقط على جزعة وبيعطيها الأملاح اللي هي بدها تاخذها ككيماوي. وبنفس الوقت نحن بفترة التشرين بنحط السواد الطبيعي، هو سواد معزي تيدفي للشرش، تيدفي للشرش، وبعدين خواصه بينزل بالشتاء بتشتي وبينزل بتخالط مع التربة، بيتفكك وبينزل على الشلش حتى يمتص الشلش. صحيح. وعندما بتكبر الشتلة لعمر 3 سنين للخمس سنين بنزيد كمية المي، بتوصل لتقريبا بالشوب لحدود ال 60 لتر 70 لتر كل ما صارت بهالعمر، وعلى عمر أكبر كمان بنزيد بصفي ممكن 100 لتر. توصل 100 لتر للشتلة؟ 100 لتر بالأسبوع إذا كان عمره 6-7 سنين.
طب سقف الوحده بتأدي بالاسبوع لتأس مثل اليوم؟ شو نحن هلا ما نحن بس ما تعلى حراره التأس بدل ما نعطي 100 لتر مصفي نعطي 200 لتر. هون تصديقا على كلام حضرتك او تاكيدا لانه شجره الليتشي بتعمل مثل خيمه، يعني ارضها اللي حواليها بتضل الشمس ما بتضربها ديركت، فمن هالمنطلق الارض بتضل رد شوي اكثر من غير اشجار. اذا عم نزرع غير اصناف اشجار الشمس عم تضربهم دغري، الليتشي بتحمي داير من دار تربتها، فمشان هيك طريقه المي اقل. صح. وفينا مش غلط كمان اذا عندنا قش او حشيش يابس فينا نكبه على كعبه تيحافظ على الرطوبه، هيك ساعتها اذا كان عندنا شح بالمي نقدر نتاخر بلا ما نسقي على الجمعه. صح. نسقي على 10 ايام فبتفرق معنا كذا الف لتر بكل سقوه. رأفت يعطيك العافيه، بدي اعزبك بهالسطل يلي فيه سوغرين وتيرا جرين. سوغرين وتيرا جرين يلي هن سماد عضوي ومع تيرو خاص للزرع مخلوطين مع بعضهم. هاي الحفره هي 50 سنتي، رح نحط نحن نصها من الخلطه اللي عاملينها، نرجع نعبي بعد وحده بس ما بأثر بعد شوي. وهيدي الشجره رح نشيلها، اكيد بدنا ننتبه بس بدنا نشيلها بدنا ندقق على الاطراف للشجره ما يهر التراب تبعها، لانه اذا هر بنقدر نعمل لها شوك وبعدين تموت الشجره، او بهر ورقه. بس اذا كانت بايام الشتاء اذا هر التراب فيها تقطع ما في خطر كثير، لانه النمو الخضري بيكون. صح. واقف ما بتخوف كثير. هلا نحن رح نشيلها للشجره، زمطنا هيدي الشجره شلناها وسقطناها بالتراب، رح نشيل عنا التيتور او بنخليه ما بيأثر. هلا هون فينا نجيب بعد سماد عضوي، بدنا نعزبك رأفت بسماد عضوي، نرجع نخلطه مع التراب ومنطمه، واكيد لازم نسقيها دغري ديركت بعد الصقي 100%. شغله ثانيه عن اشجار الليتشي، شو الامراض يلي بيجوا عليها؟ شو طريقه المكافحه؟ وحتى سماد العضوي او الكيماوي اللي كنت عم تحكي عنه حضرتك، كل قد ايه بنرشه؟ اذا بنقدر نرش كيماوي ورقي لتستفيد منه الشتله اسرع. وكمان لاحظت شغله انه على حبه الليتشي محل ما في ندي الشمس عم تحرقها وعم تدبخ، كمان شو فيك تعطينا عن هالموضوع؟ هلا بالنسبه للتسميد، كتسميد نحن بنرشه مغذيات ورقيه عندما بيكون في عندنا بدايه العنقود او بدايه الزهره تزهير. نعم. الشتله هي زهرتها صغيره، هي زهرتها صغيره وبتتعرض لمرض الرمد. نعم. فلذلك نحن دائما بنرشه وقت اللي بفتح الزهر بدايه تفتيحه بنرشه دواء للرمد مع مغذيات، العناصر الصغرى كلها هي بحاجه لها. هون بحب اذكر انه دواء الرمد اللي عم ترشه حضرتك، لانه اختلاف الحراره بين الليل والنهار بيسبب لنا هالامراض، نحن لما نرش دواء الرمد بيعطيها حراره ثابته بتعزلها عن حراره برا، فبيكون هالاختلاف الحراره بين الليل والنهار تجنبته الشجره وما بقى صار عندنا هاللون الابيض او هالمرض. صحيح. وعندما بتنصاب بالرمد الزهري بتعفن وبتهر. يعني الحملين قليل بيصير. بصفي الحملين قليل، فبنضطر نرش هالنوع الدواء كرمال نحميها. هون كم رشه بنرش؟ هو بالموسم بنرش رشتين على الزهر، رشه بدايه تفتيحه ورشه بس يفتح كميه كبيره منه. اكيد هون بدنا نحترم العيار المحطوط على الدواء. اكيد. لانه خاصه على مرحله الزهر إذا قوينا العيار معقول يصير في عنا نتر، أو على الأكيد حيصير في عنا نتر للزهر، حيهر الزهر وحنخسر الموسم. مشان هيك بدنا ندرس أو أي صيدلية زراعية نتوجه لها، بس يعطونا الدوز، يعطونا العيار، نكون نحن عم نطبقه بحذافير وما نزيد، لأنه كمان الدواء مع الحرارة القوية بيقدر يأذي الشجر. بس حبيت دوّع هالموضوع لأنه وقت 10 ملي ل 20 لتر بنحسها كثير قليلة، بس هي بالموضوع الأساسي هي كافية وأكثر من كافية. صحيح. هلا انا بعتمد مره برش المغذيات اللي هي العناصر الصغرى اللي هي المغنيزيوم والمنغنيز البور الفير كلها هيدي موجوده. نعم. بتركيبه وحده بنعطيها بنرشها مع دواء الرمد، والرش الثاني بنخلطهم مع بعضهم دواء الرمد وال بنخلطوا مع بعضهم وبنرشوا بس ما تفتح الزهر اكثر، يعني 80% من الزهر برش الامينو اسيد. نعم. الامينو اسيد كمان مغذيات، في بقلبها طحالب بحرية. صح. وفيها مواد تانية غير تختلف عن العناصر الصغرى، فبكون عم بعطيها النوعين من المغذيات. يعني حضرتك عم تعطي الميكرو والماكرو إليمنت. نعم. المواد العناصر الصغرى والعناصر الكبرى، بس كون عم تحط العشرينات أو الـ 12 12 17. نعم صحيح.
والأسمدة عادة نحن بس هي تصير بمرحلة الأرض بتدفى اللي هي من شباط وبتطالع، بنصفي نعطيها الأزوت العالي شوي لحتى تعطينا زهر، كمية زهر أكثر. نعم. تيطلع عنا الإنتاج أكبر. وبالشتاء ممكن نستخدم المركبات اللي هي 12 12 17. هون بدنا نقول اللي بدوبوا بطيئين. البطيئين. لحتى يضلهم بالأرض. يضلوا بالأرض فترة أربع خمس أشهر ضل يستفيدوا على ببطء. كل ما شتت الدنيا وكل ما صار هيك بدوبوا شوي شوي تستفيد منهم. وعندما بنبلش بالصقي بنصفي نعطي الكيماوي الدواب. بنبلش فوسفات عالي، بنرجع بننتقل للمتوازن العشرينات، بعدين بس يصير عندنا حب بنعتمد البوتاسيوم بوتاسيوم فيكبر الحبه ويعطي حلاوه ويصير شكل الحبه اكبر. بس اكيد هون استاذ محمود عم بحط العيارات مدروسه، مش عم بكتر، يعني عم بحط مثل ما المفروض ينحط للشجره بعد دراسات، اكيد ما بحط زياده تما تضل هالكيماوي موجوده بالحبه وتأذينا وتضرنا. وفي تربة بتختلف عن تربة، في تربة بيكون بحاجة لعناصر أكثر، نضطر نحط لها عناصر أكثر. هي بيرجع لخبرتنا، يعني حسب التربة اللي عنا. في تربة حمراء ما بحاجة لعناصر كثيرة، من مرة إلى مرة بالسنة، بينما اللي أرض البيضة ممكن نحط لها مرتين وثلاثة وأربعة تنعوض العناصر اللي مش موجودة نعطيها إياهن نحن. أنا إذا بتسمح لي بدي أبعي دكتور ميشيل ياس فريم رئيس المحطة الزراعية بمنطقة القليعات، نيجي معه زيارة لعند حضرتك وناخد عينات ونفحصها منا نحن، نقدم لك إياها تتشوف هالتربة شو فيها. وأكيد عنا شكر كتير كبير للدكتور ميشيل فريم رئيس المصلحة كلها بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، يعطيه ألف عافية لأنه عم بيسمح لكوادره نطلع لعندهم ونعمل مقابلات معهم وناخد من خبرتهم ونوصلها للمزارعين أو للناس اللي حابة تزرع. مرسي كتير لدكتور ميشيل فريم، لدكتور ميشيل الياس فريم، يعطيهم ألف عافية. بك خبرنا على الأمراض الحشرات، الحشرات اللي عم تيجي عليها. أنا بعرف بيجي عليها المن، من القطني، من القطني بيجي عليها المن الأخضر. وشو بيجي عليها؟ بيجي عليها أكاروز؟ قليل جدا، ما في حالات. الأكاروز هو العناكب الحمراء. هو عادة المن القطني. وانا عملت دراسه لانه هلا نحن عم نواجه نحن بلبنان قصه الادويه اللي بتعمل الرواسب. صح. هيدي عم تيجي، يعني نقول ما في رقابه، ما فينا نحكي انه ما في رقابه، بس هو لازم يكون في اهتمام اكثر. هي الرقابه الذاتيه اهم من اي رقابه، لانه يمكن بالغلط حدا نعطيك دواء بالغلط. نحن بنركز على الأدوية المسموحة عالميا وأكيد المسموحة بلبنان قبل وزارة الزراعة. فينا دواء وتعطينا معه هلا أمناه، وهذا ما بيعمل رواسب، بنرش أول يوم ثاني يوم ما بتلاقي رواسب على وعم بيعطينا نتيجة. يعني هون رح نعم نروح على الأدوية البيولوجية يمكن أو العضوية يلي ما بتعمل رواسب. صح. هلا بلشنا نشتغل عليها وبدنا نأمنها لحتى نبقى نرش فيها الأدوية، لأنه عندنا مشكلة بالتصدير دائما إذا بيعملوا فحوصات. صح. إذا في ترسبات عندك ثمار عم تطلع فيها عليها رواسب أدوية، عم بيرفضوها وعم بيمنعونا نصدر على البلدان هيدي. أنا بطلب شغلة، إذا فينا نعمل فحص الترسبات على الثمار للبنان قبل ما يكون لبرا، ياكلوا اللبنانيه ثمار نظيفه، مش الثمار يلي ما بتتصدر لبرا تنزل على السوق. يعني هيدي بعتقد قليله عم بتصير معهم، بس انه في حال صارت يتلفوا هالثمار ما بيأثر، بس ما يطعموها للناس لانه عن جد خطره. ومثل ما بنعرف دائما انه اللي بياكل فواكه وبياكل خضره وفيها ترسبات مره مع مره رح تجمع بجسمنا، رح تعمل لنا مشاكل ورح نسميها بعدين او بالاخر تسمى الجرعه القاتله يلي هي بعدين رح تبلش الامراض على صعيد البنكرياء او بالكبد او يعني. من هالمنطلق لازم نحن ننتبه قد ما فينا، ننتبه رقابه ذاتيه على حالنا قبل، واي دواء زراعي حيكون مكتوب عليه قد ايه فتره التحريم، ايمتى بحق لنا نرجع نفوت على الحقل، وايمتى بحق لنا نحن نرجع نبيع منه تياكل منه الاشخاص. رح نرجع على الرش. حكينا على المن، المن القطني، شو بعد عم يجي مشاكل؟ هو والمن العادي اللي بيجي على الطربون، عندما بتطلع الطربون الجديد بيجي المن الاخضر. نعم. هذا من منه صعب، سهل رشه وسهل قتله، بس من القطني بيعمل مشاكل، حتى بيرعى جوات الشجره، يعني بيمتص منها العصاره تعيط. والمن القطني بياخذ العصاره من الشتلي، بياخد الجلوكوز والفركتوز وبياخد البروتيين، بيخلي البروتيين له وبيفرز
الجلوكوز والفركتوز، وهالشيء بيعمل دبق وبيعمل سمخ وبيعمل هالتدبيق، وبعدين بيصير اذا في غبره او شيء بتلاقيها كلها شحتريته عند السويد. هي امراض قليله كشجره. نعم. هي امراض قليله بالنسبه لشجر ثاني، بس يعني عم تتعرض هلا، ممكن مع الوقت الامراض تتكاثر. نعم. وبس نحن عيننا عليها ودائما بنشوف اذا في امراض جديده بنعالجها قبل ما تاخذ حجمها الكبير. يعني 100 طن 10 طن باردون ليتشي عم ينتجها استاذ محمود، بقول لك يعطيك الف عافيه، عم ينتجها من 700 شجره، في منهم نصهم صغار ونصهم صاروا بالغين. شجره الليتشي فيها توصل تعطي طن بالسنه اذا كانت كبيره وكانت مزروعه ببيئه مؤاتيه لها. اكيد الاهتمام اول شيء لازم يكون، التسميد كمان لازم نهتم فيها كثير، طريقه الرش كمان نعرف كيف بدنا نرش، واكيد بس بدنا نعمل لها الشكل للشجره بس بدنا ننقيها. هلا بدنا ناخذ خبرتك كيف بتهذبها، كيف بتشيل منها اليابس، كيف تتحافظ على الفورم تبعها تما يغير شكلها. رح نكمل زرعة الشجرة، هول بقية الخلطة رح نحطهم ورح نطلب منك تضمننا اياها. يعطيك العافية. هلا اكيد من بعدها بده يكون عنا سقاية قوية لحتى التربة تشد على الشلش، ما يكون في جيوب هوائية بالأرض، وأكيد هلأ رأفت بده يدعس عليها لحتى تشد التربة شوي على كعبها. حواليها هيك تدعس عليها. أيوة جلسها. وهيك بنكون زرعنا شجرة هالليتشي. والله أكيد الله يعطيها العمر الحلو، اللي بيزرع شجرة بيزرع شجرة مروان. الله يخليك. شجرة الليتشي زرعناها أكيد، طمنا بالنا عليها. هالشجرة بعد 3 سنين رح تبلش تعطي. في عندك مشتل بتطعم منه، صح. وبتعمل اصناف جديده من الغير اصناف الليتشي، بتعمل افوكا، بتعمل اصناف ثانيه. حبيني كثير اذا كان بعد معنا وقت ننزل نشوف هالمشتل كيف بتشتغل فيه. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك.